السلامة مرحبا بكم يا ربي تكونوا بخير الناس الكل رجعت لكم اليوم في وصفة جديدة وصفة سيغتو نعملوها في الصيف كي نمشيو للبحر دونك الوصفة سيغمون راكم عرفتوها وصفة الفريكاسي دونك تونس معروفة بالفريكاسي وشكون يجينا من برا وما يحبش الفريكاسي التونسية دونك ندخل معاكم ديريكت في التفاصيل دونك اول حاجة اللي هي البات نتاعنا البات نتاعنا كيف ما تشوفوا حضرتها عجنتها خمرت بالباهي بالباهي البات هذيا عبارة خديت الخميرة حطيتها في كاس مع ماء ملذذ حطيتها في كاس مع ماء ملذذ حطيت معها مغرفة سكر تاع قهوة خليتها تتفاعل مع بعضها تاع تشدت ابي بخير رطل فرينة حطيت عليها رطل فرينة حطيت معها مغرفة تاع قهوة ملح دونك الكيس اللي حطيت فيه الخميرة بعد ما تفعلت صبيتها في مع الفرينة وخلطت العظمة بالباهي بالباهي في الكيس زدتها شوية زيت زيتونة وخلطت العظمة وزيت الزيتونة مع بعضهم ومن بعد خلطت الفحص نتاعي الكل اللي هو هذا كيف ما تشوفوا نحتاجو بابي كويسون والقلقال نجم تخدمها من غير قلقال خليتها تخمر ابوبخي ساعتين بون هوني ما عنديش لي غون دونك باش نخدمها من غير لي غون بيان سور غسلت ايديا بالباهي بالباهي دونك اول حاجه نعملها باش نهبط العجينه نتاعي باش نعمل شويه فرينه على البياس اللي باش نخدم عليه باش نبدا نشكل في الكعبات نتاعي دونك نهبط العجينه نتاعي كيف ما نشوفوها فوالا هذا العجينه شدت روحها بالباهي بالباهي فوالا نحاولوا باش نخرجوا منها الهواء نتاعها الكل العجينه نتاع الفريكاسي تجي راهي تريا تريا بالباهي كيف ما تشوفوا فيها هاك راهي ما لازمهاش تكون يابسه نحاول نخرجوا الهواء نتاعها بالباهي بالباهي فوالا كيما تشوفوا حاجه سهله على الاخر نجيو للمرحله نتاع القليان دونك الزيت نتاعي كيف ما تشوفوا فيه سخون بالباهي دونك باش نقص الغاز الماكسيموم باش نخلط كعباتنا بسم الله ونحاول نحطو في الزيت نحاول نصبو عليهم الزيت باش الزيت تنفخ هلا شوف كي تصب الزيت الكعبة تنفخ ما نخلوهاش على واجهة واحدة نقلبها هلا نقصوا الغاز ما لازمش الغاز يبدا باش نجم نطيب كملوها بالطريقة دونك نجيو هوني نخسرها ولا خفيفة نخرجوها هي فريكاسي جيون فوالا كمل نرمي الكعبات لقليل
sous les mains. هذولي كابتين عملتهم بيني بالشوكولا دونك خليها تزيد تحمر يلا باش نزيدها شويه غاز باش ما تشربش ما تجيناش مزيده دونك بالنسبه للفرص نتاع الفريكاسي نتاعنا بعد ما كملنا قلينا الفريكاسي بالنسبه لي انا عملتها كبيره باش باش منعملش برشا كعبات صغار دونك كيف ما نشوفو هذه هي الفريكاسي نتاعنا فوالا مش مزيتة وحاجة باهية على دونك هوني عندي طن وعندي هريسة خلطتها بزيت الزيتونة واللي يحب يزيد لها شوية ماء يزيد دونك هوني عندي بوم دو تير عندي بطاطا سمطتها في الماء بعد ما سمطتها عملتها كيل بوري جبتها شوية ملح وشوية فلفل أكحل وشوية زيت زيتونة باش ما تشيحليش دونك هوني عندي البصل عندي المعدنوس وعندي الزيتون وعندي كعبتين عظم باش نقصهم بيان سور دونك باش نبداو بالكعبة الأولانية اللي خدمناها ناخدو سكينة نقصو فوالا كيف ما نشوفو من الداخل خسك ما فيها شيء انتي شنو تحبها فما شكون يحبها مليانه بالبيبه فما شكون يحبها نورمال تحب تزيد فروماج نجم تزيد فروماج دونك نبدا نخدم في الكعبه هذه باش نحط لها لها شوية بصل ما ننسيوش المعدنوس نتاعنا باش ناخدو نقص العظام دونك باش نحط العظام نتاعنا اللي ما يحبش عظام ما يحطوش نحطو الطن هلا باش نزيدها نسيت اهم حاجه اللي هي البطاطا منسيتش نحطوها من الجهه الاخرى نتاع الفريكاسي هلا باش ميجيش ساندويتش شيح هوني باش نحط لها بزيت خاطر حطيت برشا هريسه هلا باش نزيد شويه هريسه باش نعملها ضربه زيت زيتونه من الفوق علاش سي تري امبورطون هذا الساندويتش نتاعنا سي تري امبورطون اللي تجي الكعبه شيحه نتاع الكرواسون ما تجيش مزيته فوالا نبلاسيوها في لاسيت نتاعها ونكمل الكعبات الاخرين دونك ناخذ الكعبه الثانيه اللي خدمناها فوالا دونك نحطو الهريسة نتاعنا نحطو البوري باش نحط البصل شويه معدنوس الطن
ما ننساوش العظم بيان سور. Voilà. Il est fricassé maintenant. Il y aura un cabaret. On va le cabaret le chenille. On va le cabaret le fricassé maintenant. Il y a un bit qu'on a, je vais le Voilà. Il y a un chèque de l'inhi maintenant. Donc, il y a un cabaret. Il y a un alhamdoulilah. Mais il y a un zaïta. Un sandwich. Un haja fifa ou bnina. Sortons de hajet d'asif qui m'a joué au honi. Donc voilà. Et vous m'avez qu'un bête de fricassé m'té. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de l'yom? Il y a rapide, il y a un bête de l'osfa, il y a un j'ai mis les commentaires. واللي مش ابوني في الشين متاعي يابوني في الشين متاعي ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد باي باي في وصفات قادمه